هي عبارة عن كيكة جيلو، بنحط جيلو حسب الذوق بتاعنا، عايزين نحط فراولة، عايزين نحط، انا هنا حاطة ليمون، تقدروا تحطوا اناناس، تقدروا تحطوا اللي انتوا عايزينه. بنحط طبقة خفيفة الاول، وبعدين بنرص الفاكهة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بنبتدي شوية بشوية نزود طبقة جيلو على شوية فاكهة، طبقة جيلو على شوية فاكهة، لغاية ما بنخلص ثلاث بواكي من الجيلو. بعدين بناخد الجيلو الاخير بنحطه مع كوباية مية سخنة في الخلاط مع ربع علبة قشطة مع ربع أصبع زبدة. بعدين بنحطهم فوق طبقات الجيلو، بس يجمد بنحط عليهم كيكة فانيلا، وده بيكون شكلها في الآخر. وطبعا لأن نسبة المية للجيلو قليلة فبسرعة بتجمد معانا، ما بتاخدش وقت، فهي فعلا سريعة زي ما قالت روان، وسهل فعلا. لنعمل كيكة الجلي بالفواكه، احنا بحاجة لنص كيلو فواكه حسب الرغبة، أربعة جلي أناناس، بدنا كمان ربع أصبع زبدة، علبة قشطة، وكيكة فانيلا. أول حاجة عشان نعمل الوصفة بتاعتنا دي عايزين فاكهة. بنجيب فاكهة زي ما احنا عايزين الأول. عندي هنا أنا كوباية جيلي، كوباية من المية أسفة، مع الجيلو اللي عندنا، النوع اللي انتوا عايزينه. تمام؟ باخد شوية منه بحطه في طبق هقدم فيه. الطبق ده بس يا جماعة دهنته بالزيت، مدهون زيت. زيت زيت دهنته زيت، وبعدين زيت خفيف جدا جدا جدا. هحط بس طبقة خفيفة كده من ده، طبقة خفيفة زي ما انتم شايفين، خفيفة خالص وهتجمد بسرعة. تمام. هنجيب بقى الفواكه اللي انتوا حابينها، كل انواع الفواكه اللي بتحبوها بنقدر نستعملها، اي حاجة، اناناس، خوخ، زي ما تحبوا. بس خليني جلافز، ونحط فاكهه زي ما انتوا عايزين. تقدروا كمان ترصوها بطريقه تكون شكلها حلو. ناخد بقى دلوقتي السكينه بتاعتنا ونبتدي نحط الفاكهه زي ما قلنا، تقدروا ترصوها بطريقه تكون لذيذه. ناخد الاول الفراوله، هنعمل الكلام ده بقى في كل الجيلي اللي عندنا واحدة واحدة. بعمل ايه؟ بحط كده زي ما انتم شايفين، بحط ده كده، بعد ما بحط الطبقة دي بروح حاطة عليها تاني من الجيلو، وتاني اعيد الحركة بتاعت شايفة كده، ونبتدي نقطع كده كده كل الفواكه اللي احنا حابينها. حبيت انه فواكه فريش كلها، يعني قد فريش كيكة. شايفين كده، خلاص احنا كل علبه جيلو هنحط لها كوبايه من الميه. صحيح. فقط كوبايه، خلاص اوكي كده. هنروح عاملين ايه دلوقتي؟ جايبين جيلو تاني وحاطينه كده بالراحه بالراحه خالص. بصي احنا حاطين ميه قليله، فهو بيجمد بسرعة، بيجمد بسرعة. أوكي. تمام؟ هنفضل بقى نعمل كده يا جماعة، يعني أنا دلوقتي عملت كده، هكمل كمان مرة، كمان هسيبها تجمد شوية في التلاجة، وأطلعه وأحط فاكهة تاني، وأحط جيلو تاني، وأحطه في التلاجة، وأطلعه، وأفضل أعمل كده لغاية ما يبقى عندي تقريباً ثلاث بواكي من الجيلي خلصوا. أوكي. تمام؟ دلوقتي هنعمل إيه؟ هنجيب الخلاط بتاعنا اللي جوه اللي هو ده، هنعمل طبقة. الطبقة بنقدر نعملها من نفس النوع الجيلو، وبنقدر نعملها بلون تاني. بدك اياها على الوجه احطها فوقها ولا لا؟ هيك على وجهها. بس كده كم واحدة. اوكي، هنعمل ايه دلوقتي؟ يعني احنا دلوقتي عملنا ثلاث طبقات زي ما اتفقنا. اوكي، ثلاث طبقات. خلينا نشيل ده. هناخد بقى دلوقتي الاتي، شوف عندنا ربع اصبع زبده، ربع اصبع زبده هنحطه. أوكي. هنا هنحط معاه
ربع علبة قشطة. أها. ربع علبة قشطة بس. ربع علبة قشطة. كده. وهنحط معاهم كوباية مية. هجيب المية بس. لا كوباية عايزين. اوكي. هنحط عليهم كوباية المية وهنحط عليهم الباكو الجيلو اللي عندنا. تمام. يبقى دلوقتي الطبقة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ربع اصبع زبدة. صحيح. وربع علبة قشطة وكوباية مية وباكو جيلو. تمام. انا هخليهم بس دول لازم يتحطوا سخنين. هناخد دلوقتي الجيلو بتاعنا اللي هو كوباية المية والجيلو وهنحطها مع الربع اصبع زبدة والربع علبة قشطة. تمام. وهنخلطهم مع بعض. اوكي. هنخلطهم مع بعض وبعدين هاخدهم احطهم فوق طبقة الجيلو اللي انا عملتها، فوق طبقات الجيلو والفاكهة. اوكي. بس ليه بدك اياه سخن يكون؟ علشان يذوب الزبدة وال اوكي. انا في مشاكل مع الخلاطات. مش عارفة. مع الاشياء الكهربائية. مع الاشياء الكهربائية، يمكن بالعكس. ممكن بالعكس. لا حبيبة قلبي في اشياء. استنى. هاي بدها تسكر هنا. فين؟ لا يعني هاي. ما انا جربت ما رضيتش. خلص هاي لازم تسكر هيك خلص. طب انت شغليها. خلاص المهم بعد ما بنضربها في خلاص مش مشكله. المهم بنضربها في الخلاط. لازم في الخلاط. لازم. لازم. بعدين بناخدها بنصبها فوق طبقات الجيلو اللي عملناها بالفاكهه. هاي الطبقه هي هاي هي دي الطبقه دي. اوكي. اوكي. بتبقى معتمه كده يعني مش شفافه زي ما انتم شايفين. بتبقى ده شكلها. عباره عن جيلو وزبده وقشطه. جيلو وزبده وقشطه. خلاص. هنجيب بقى دلوقتي. طيب هنجيب تمام. دلوقتي الكيكه اللي عندنا كيكه اسفنجيه. طيب. ونحطها كده هنا تحت بهذا الشكل وبعدين هنقلبها على الطبق بتاعنا. يعني الكيكه هي اخر طبقه. الكيكه اخر طبقه.